Your papers. Not correct. مش مظبوط. الأوراق دي مزور. أنتم مش عساكر إنجليز. مش الاتنين اسم اللي مكتوب هنا. أنت الياهو حكيم. سنك 24 سنة. بتشتغل ميكانيكي. وبتكلم عربي كويس خالص بلهجة مصرية. من 2 سنة دخلت عصابة شتيرن الصهيونية في فلسطين. وانت الياهو بتسوري سنك 25 سنة. كنت عسكري في الجيش البريطاني وقتلت واحد شويش واتحكم عليك بالإعدام وهربت وانضميت لعصابة شتيرن الصهيونية. تفتكروش ان احنا نايمين هنا؟ انتوا جايين بالأوراق المزورة دي مهمة خطيرة. انتم جايين عشان تقتلوا اللورد موين الوزير البريطاني بتاع الشرق الاوسط اللي عايش في مصر عشان مش عاجب العصابة بتاعكم مش على مزاجكم مش بيشجع الصهيونية. بيقول الحكومة الانجليزي بصراحة انت يا حكومة غلطانة عشان تكسبي صداقة شوية الف يهودي مش مهم تكسري صداقة الملايين من العرب. وعشان بيتكلم بصراحة العصابة بتاعكم حكم عليه بالاعدام وانتم جايين هنا عشان تنفذوا هذا الحكم. كده لا يا عساكر مزيفين. تكلم. We don't understand anything, sir. وانت كمان يا بتسوري مش فاهم؟ I don't know what you're talking about, sir. Very good, very good. Ah, wonderful. انتم مش تستغربوا. انا كنت بمتحن قوة اعصابكم. ودلوقتي انا اتمنيت ان عندكم اعصاب متينة مظبوط ما بتتهزش. أنا ميجر ديفيد إنجليزي صهيوني عضو في منظمة شتيرن اللي أنتم أعضاء فيها. أنا محضر لكم طريقة عشان توصلوا بيها القاهرة. وهناك في محطة مصر هتلاقوا في انتظاركم مندوبة من فرع المنظمة في مصر. جينا. احنا سعداء جدا بالمقابلة دي. انا الياهو بتسوري وهو الياهو حيين. طبعا حضرتك جينا عضوة المنظمة. لشهد. تفضل.
المنظمة وافقت على فكرتي. اللورد مون هنقتله. Thank you.
جايبالنا العشاء من دلوقتي؟ احنا لسه العصر. معلش عشان عندي مشوار مش هرجع الا بعد ما عاد الكباري. عايزين حاجه تانيه؟ عايزين ايه؟ عايزين نقتله ونخلص بقى. احنا بقالنا قد ايه ناكل ونشرب وننام، ناكل ونشرب وننام. عايزين نشم الهواء، عايزين نخرج نشوف النور. لسه الاوامر ما صدرتش. وهتصدر امتى؟ احنا خلاص زهقنا مش قادرين نستحمل. هدي اعصابك يا دكتوري. عشان خاطر جينا. دي جواب الرئاسة المنظمة يوبخونا فيه، يقولوا ان احنا بعد ما كنا انشط فرع في الشرق اصبحنا مثال الكسل والاهمال. محدش فينا اصلا يا مدام. تقدروا تقولوا عملنا ايه السنة دي؟ قدرنا نقنع كام واحد من يهود مصر الاغنياء عشان يهاجروا لفلسطين؟ 22 مش كفاية ابدا، لازم نبعت ناس بالالاف وفلوس بالملايين عشان ننتزع فلسطين من ايدين العرب ونبني مكانها. يا مدام احنا بنعمل كل اللي بنقدر عليه، واللي ما بنقدرش عليه بيكون غصب عننا. ما فيش حاجه اسمها ما نقدرش. نقدر نعمل كل حاجه وباي طريقه. فين
فين بنات صهيون الحلوين اللي كلهم فتنه واغراء اللي ما يعجزوش ابدا قدام اي حاجه؟ ولا ايه؟ معاكي حق يا مدام. عندي خبر مهم. الحراسه المصريه اللي على اللورد موين اتشالت خالص. مش على كابل التليفون. تليفون؟ تليفون ايه؟ احنا ما عندناش تليفون حصري. لا ده التليفون اللي خسران في الفيلا اللي جنبكم دي. اصل الكابل الرئيسي عندك هنا في الجنينه. اه. الوقت مش ممكن ابدا. كلاب اللورد زمانه جاي. حالا مش هناخد اكتر من 3 دقايق. لا دقيقتين. اتفضل. لابسين كاسكو وراكبين حاجه جايين ناحيه الزمالك؟ لا ابدا، محدش شد بشكل ده.
مالكش دعوه باللي تكلموه واللي ما تكلموش. تسمح تقوم معايا تقول لي على الهدوم اللي انت عاوزها علشان اقفل الشنط؟ هات. تعرف يا بابا هما مش عاوزين يتكلموا ليه؟ ليه؟ عشان هما خلص. برافو عليك يا هدى، انا مش عارف ازاي فاتت عليا دي. شنطتك جاهزة يا هدى؟ أيوة يا ماما. برافو. عزيزة؟ أفندي. قفلت الشبابيك كويس؟ أيوة. طب تعالي خدي الشنطة دي على تحت. حاضر. أحمد والنبي خدي الشنطة دي في إيدك وأنت نازل. بابا دلوقتي في أجازة ومش بيرد على التليفونات. يا شقية. الأجازة بدأت. معلش يا سعيد، آخر تليفون. المسألة مش مجرد جريمة قتل أو جريمة سياسية عادية، المسألة أكبر من كده بكتير. وإنت شايف الجرائد العالمية والإنجليزية بالذات بتقول إيه؟ مصر بلد الفوضى والهمجية. البوليس المصري عاجز عن حماية أرواح الأجانب، والأدهى من كده إنهم بيطالبوا فرض عقوبات دولية على مصر ووضعها تحت الحماية. فدي قضية تتعلق بسمعة مصر كلها. عشان كده أنا اخترتك أنت بالذات، لأني بعتبرك أكفأ ضابط في المباحث. شكرا. إيه رأيك؟ أنا من رأيي إنه قضية زي دي مش ممكن تكون تمت بدافع شخصي. لازم وراها تنظيم سياسي معين. آدي كل البيانات الخاصة بالقضية، مع ملاحظة إن الولادين مصممين ما يتكلموش. هي قضية مظهرها صعب فعلا. ربنا يقدرنا ونحلها. 1000 جنيه مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف شخصيتي هذين الشابين. كلام فارغ. برضه الموضوع يخوف يا مدام. يخوف من إيه؟ هو في حد لمحهم ولا شافهم من يوم ما جو مصر؟ ما تبقاش أعصابك ضعيفة. المهم دلوقتي نفكر في طريقة إن إحنا نهربهم وبسرعة. عشان كل الوقت ما طال كل ما كان فيه خطورة إنهم يضعفوا ويعترفوا. في نفس الوقت نبعث ناس من عندنا يقولوا اي كلام عشان نضلل البوليس. وكان دايما بيعكس، كل ما اروح في حته يجي وراي، على البلاج وراي، انزل الميه وراي. فانا اول ما شفت صورته قلت هو ده الولد بتاع اسكندريه. انا ما اعرفش حاجه عنه اكتر من كده. اول ما خلص مصاري لا مؤاخذه زي المصوره فيا، لما اشوف حد مش ممكن انساه ابدا. كنت دايما اقابله وهم طالعين العماره او نازلين من خدتهم من المعادي وديتهم الاجدخانه اللي بالميدان. واحد منهم كان ماسك جنبه بيصوت، ادوله حقنة مورفين. دي يا فندم القصة اللي وصلتنا لحد دلوقتي. في حاجة معقولة؟ لحد دلوقتي مش باين. كلها قصة الغرض منها المكافأة. مفيش غير القصة بتاعت الراجل سواق التاكسي ده. بيقولوا إن خدهم من فيلا في المعادي وداهم أجزخانة، وهناك ادوا لواحد منهم حقنة مورفين. ما تتصرفش لما اجيلك. تعال معايا. استدعي سواق التاكسي وروح معاه الفيلا بتاعت المعادي اللي قال عليها. واعمل لي تحريات وافي عن الفيلا واللي فيها. حاضر يا فندم. Thank you.
انا مش عارفه اشكرك ازاي، اللي جيت في الوقت المناسب وانقذتني. انت كنت في كباريه؟ ابدا، كنت فرح واحد صاحبي. لكن مش غريبه تدخلي كباريه لوحدك؟ مش غريبه، لاني بشتغل فيه. انا اسمي جينا، انت مش شفتنيش قبل كده برضه. والله ما ساعدنيش الحظ، بس ليه ما بسهرش كتير؟ لازم مراتك من نوع شديد. انا مش متجوز. غريبه، امال ايه اللي بيمنعك من السهر؟ مفيش حاجه بتمنعني، دي مساله تعود. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بدير املاك والدي، اطيان، امارات. ميرسي قوي يا فؤاد راتب. انا اسفه اللي تعبتك. بالعكس، انا سعيد جدا اني اشتغلت سواء لفنانه لطيفه زيك. ميرسي. يا ترى هنتقابل تاني؟ ضروري. هتيجي بكره الكباريه؟ بعدين اتعود. مش هتندم. انا متاكد. مصباح الخير. احنا اسفين يا فندم. لا ابدا، تصبح على خير. انت معلم يا فندم. اهلا طنط علي. اهلا يا حبيبتي.
هي اخرت الليله. وين من دي؟ وش من تاني؟ بلاش. وين من انا؟ من دهل جيل. يمشي ما بتسيبهوش صديق، بس احنا عندنا شغل اهم. هو بيبص لنا كده ليه؟ بيشتغل يوسف وقلبي. ما بيشتغلش، ابني زواج. تعرفي عنه حاجة؟ مش اكتر من كده. كويس خالص. عنده عربية؟ امريكا كام؟ ما خدتش بالي، بس افتكر انها برا. على كل حال هبعت اشوف مرتها وهعرف امي. متضايقش يا حبيبي، برضه هنلاقي حل.
انت قاعد هنا لوحدك يا حبيبي؟ وانا عيني بايظه عليك في الصاله. ايه مالك يا فؤاد؟ في حاجه مضايقاك؟ انا خلصت الجيم، مش قادر اطير الوضع ده. وضع ايه يا حبيبي؟ مش قادر استحمل عين الناس وهي بتاكل جسم كابي، وكلام السكارة البايخ السخيف. تأكد يا فؤاد ان كل دول ملهمش اي قيمة عندي، انت بس اللي جوه قلبي. مش قادر اصدق، انا زي العطشان اللي قدامه المية ومش قادر يبل غيره. مش انت بس، انا كمان. عشان كده بعد ما نخلص الليله هنا هنكمل السهره عندي في البيت. جاهز.
مساء الخير يا شباب. برد الساعة قربت على أربعة. أنا مش فاهمة صحتك هتستحمل على كده إزاي. واضطريت تركب اتوبيس ولا حاجه؟ لا. طيب حضرتك مدام جينا، يلزم خدمة؟ تسمحي لي أتكلم معاك شوية؟ متأسفة لأني نازلة على طول. أرجوك لو سمحت اديني من وقتك دقيقة واحدة. بخصوص إيه؟ تسمحي لي أدخل شوية؟ اتفضلي. أنا جاية طمعانة في كرمك وإنسانيتك وكل أمل إنك ما تخيبيش ظني. أي خدمة. متشكرة متشكرة أوي. يمكن حضرتك ما تعرفيش إن الراجل اللي بتحبيه، قصدي اللي بيحبك وبيزورك هنا، له زوجة وله بنت محتاجين له ومحتاجين العطف. علشان كده انا جيت اقول لك ان الراجل ده يبقى جوزي وابو بنتي. ارجوك يا مدام، مش عشان خاطري، لا، علشان خاطر البنت الصغيره. ارجوك. فؤاد متجوز ولو بنت؟ فؤاد بتقولي فؤاد؟ فؤاد مين يا فندم؟ انا اسفه قوي، اصلي انا قصدي على عبد الفتاح زكي. عبد الفتاح زكي مين؟ ايوه، عبد الفتاح زكي جوزي. انا ما اعرفش حد بالاسم. لا مؤاخذه، يظهر ان انا غلطت. ايوه فعلا انا غلطت، انا اسفه قوي. حضرتك ما انتش مقصوده، عن اذنك. لسه بدري، لازم تقعدي تشربي حاجه. متشكره قوي. مش ممكن، ما يصحش. انا مش قوي. نهار سعيد.
مراته وهو مغير اسمه. مش ممكن، مش معقول. انا حسبت لك، انتوا اتفقتوا تتقابلوا تاني امتى؟ الليله هنا عندي بعد ما عاد الكباريه. يبقى الليله هعرف كل شيء عن حقيقته. قلت لك قلت لي ما قلتش. بس البلد يا مليونير وبيحبها. هو نفسه الصاغ احمد عزت، اخطر ضابط في المباحث. ومعانا كده ان كل خطط المنظمه في مصر مهدده بالفشل، واحنا كلنا مصيرنا المشنقه. وازاي جينا تدخل واحد زي ده بيتها اللي فيه كل اسرارنا؟ الغلطه مش غلطه جينا لوحدها، انتوا مش سالتوا عليه وقلتوا ان هو صحيح المليونير فؤاد راتب؟ يعني عارف يخدعنا. ومين عارف وصل هنا ليه؟ مش يمكن دخل هنا وعارف كل اسرارنا؟ احنا حالا لازم نفكر في طريقة وبسرعة. مفيش غير طريقة واحدة، نقتله. فعلا لازم نقتل. احنا هنستفيد من الموقف ده، احنا هنرغم احمد بنفسه انه يهرب حيين بتصوري من السجن. ازاي؟ مش ممكن. مش معقول. معقول. مفيش ابدا. مش معقول ابدا. هيهربوا. قولوا بابا ايه؟ قولوا بابا ايه؟ قولوا بابا قولوا بابا. مخبي هدى. خلاص؟ ايه؟ خلاص؟ اه. طيب طيب بس اهدي انا اتصرف.
طبعا هلية، ومال هتروح فين؟ طيب طيب في ايه؟ في حاجة يا فؤاد بيه؟ ايه اللي جابك يا مدام؟ ابدا، الاولاد ضربوا لي تليفون وقالوا فؤاد بيه جاب بوليس ويفتش الكباريه، استغربت جيت على طول. فين جينا؟ جينا؟ حصل منها حاجة يا فؤاد بيه؟ هي فين؟ جينا قدمت استقالتها من امبارح وخدت كل حسابها. هات الكراسي من على المكتب يا رستم. لكن انا فهمت وهي بتقدم استقالتها انكم اتفقتوا على جواز وهتقضوا شهر العسل في اوروبا. ايه اللي حصل بعد كده؟ اختلفتوا؟ سرقت منك حاجه؟ اغلى حاجه يا مدام. اتفضل. الاستقاله وقد تسلمت جميع مستحقاتي واصبح طرف الكباريه خالصا. لا مشكله افندم، إذا سمحتي لما أتصل بيكي ضربي التليفون في النمرة دي. حاضر.
سعيد. مع السلامة يا فؤاد بيه. الاحتياطات اللي عملناها كلها طلعت في محلها. البوليس فتش اوضتك في الكباريه. معنى كده ان فؤاد مش عايز، قصدي احمد مش عايز يستجيب للانذار. يبقى لازم نقتل البنت. مش وقته. البنت لازم تفضل في ايدينا. كارت نلعب بيه لحد اخر المهله اللي حددناها له. وبعد ما نفذنا طلباتنا نقتلها. ونقتلها ليه اذا كان هينفذ طلباتنا؟ لانها لو ما ماتتش ممكن عن طريقها ننكشف. لقيتوا بابا وماما تم؟ لسه. امال امتى هتلاقوهم بقى؟ حالا. شلون وحشوني قوي يا طنط. عملتوا ايه؟ وصلت لحاجة؟ الدنيا كلها مضللة، مش شايف قدامي أي أمل. يعني إيه؟ مفيش فايدة؟ بنتي راحت خلاص؟ لا يا أحمد، لازم تشوف حل، لازم تنقذها مهما كان الثمن. أنا مستعد أضحي بحياتي لو كان ده ينقذها، لكن مش شايف قدامي أي طريقة. طريقة؟ مفيش طريقة يا أحمد غير إنك. غير إنك تنفذ لهم طلباتهم. قصدك إيه؟ أحمد دي أنا؟ يرضيك بنتك تنقتل يا احمد، يهون عليك وده تموت. احمد بص ايدك، نفذ لهم كل طلباتهم. احنا مالناش غير بدا يا احمد. سؤال. نعم. انت عارفه ان هدى كل شيء في حياتي. لا ده مش ممكن. مش ممكن. ما اقدرش. انا لازم امسك العصابه كلها. وتفتكر انهم هيستنوا ما يقتلوش بنتك لحد ما تقبض عليهم؟ ما تتمسحش بواجب حضرة الضابط. وقول انك اناني. ايوه انت اناني. كل اللي بتفكر فيه نجمه جديده تحطها على كتفك، ولا انسان تحطه على صدرك. كل اللي يهمك انه يتقال عنك انك اعظم ضابط في المباحث، ولو كانت حياه بنتك هي الثمن. بس معايا. أنا الصائغ أحمد عزت، اديني مباحث.
القوة تتحرك فورا إلى محل توماس بالزمالك وتقبض على أي واحد بيتصل بيا بالتليفون. مع شكرا. ألو. مفيش مانع ندي لك فرصة أكلم بنتك. مش هيتم الاتصال إلا بعد الاتنين ما يركبوا الطيارة وتقوم بيهم. خلي بالك بنتك مش هنزل مهالك إلا بعد ما يوصلنا منهم إشارة إنهم وصلوا سلمين لأي مطار في أوروبا. وعليك أنت بقى تحدد الوقت اللي هتخلص فيه المأمورية وتحدد نمرة التليفون اللي هنطلبك فيها في المطار. وإيه اللي يضمن إنكم هتنفذوا بعدكم بعد ما نفذ طلباتكم؟ وإحنا إيه مصلحتنا إننا ندور البنت ما دام تنفذ لنا طلباتنا؟ اطمن من ناحيتي. طيب اتصل بيه بكرة. أقولك على ميعاد الطيارة ونمرة التليفون اللي هستنى فيها. هوديهم النيابة؟ أيوة فندم. أنا هوديهم بنفسي، حطهم في عربيتي، وخلي معاهم عسكري. حاضر يا فندم. اديني مفاتيح الكلبشات. اركب. اسبقني على المكتب. حاضر يا فندم. اركب معاهم شويش. اتفضل يا شويش. فندم. البس سجاير بحالي. حاضر يا فندم. ادخل في الصبونة. حاضر. ادي يا شوش. انتوا دلوقتي مش رايحين على النيابة. انتوا مسافرين خارج مصر. انا مكلف من زملائكم اني اقربكم. الشنطة دي فيها بردتين، البسوهم بدل الهدوم اللي عليكم. بس ودول
صباح الخير يا فندم. صباح النور. أنا صار أحمد عزيز، ممكن ننتظر التليفون هنا؟ اتفضل. شكرا. البنت الصغيرة اللي كلمت في التليفون من شوية مشيت. مين اللي كان معاها؟ واحدة ست. شكلها ايه؟ لابسة ايه؟ كبيرة شوية وقصيرة وما خدتش بالي لابسة ايه. ما تعرفش مشوا من اي ناحية؟ ايوه يا سعادة البيت، ركبوا عربية سودة كبيرة ومشوا من جهة ميدان الجيزة. ايوه ايوه. طب شكرا. بلغونا يا فندم ان كل مداخل الجيزة اتقفلت بالقوات، معاهم اوصاف عربية العصابة والناس اللي فيها. اتصل بيهم تاني وبلغهم انه البنت مش هي المهم، المهم نقبض على العصابة. حاضر يا فندم. اطلع اطلع. خش خش. ادخل. بص قدامك يا ست، بص قدامك. خليك مستمرة طبيعي زي ما احنا، هم لازم بيدوروا على حاجة تانية. دام يا حبيبتي على حجر الأحسن فيها سوا من الحرامية اللي بيخطفوا الأولاد. افتح لي الشنطة يا اسطى. حاضر. نامي نامي، اصلها تعبانه شويه ولسه جايبها من عند الدكتور. لا باس عليك، اتفضلي. وبلغوا المكتب ان لقيت البنت ومتابعها بنفسي. حاضر. هل اهتمت بعيننا عن الحراميه؟ ايوه. انا مالك شويه، مش عايزك تعدي العربيه اللي قدام. تشيك. ليه البنت؟ هي فين؟ يلا الرحله.
اهدي شويه يا سعاد. جاهز القوة. اطلعي اوضتك لغايه بره ما يجي ياخدك. حاضر يا طعم. كل شيء تم زي ما احنا عاوزين. المهم دلوقتي انت يا جينا. انت اصبحتي بالنسبة للبوليس ورقة مكشوفة. انت الخيط الوحيد اللي بيربط بيننا وبينه. ولازم تسافري من مصر. هتسافري حالا. وعن طريق ميجر ديفيد باعتبارك مجندة في الجيش البريطاني. اظن دلوقتي ما عادش فيه لزوم للبنت. لازم نخلص منها. تمام. ليبي. اطلع اخنوها وادفنها في الجنينة. قلت له خلوها مش ضربها بالرصاص الغبي. خليها معاك. ولا حركة. اتحركوا على بره. كلهم اطرحوا. إلى فوق. خذوا منهم سلاح. اتصل بالمطار. حاضر يا فندم.